السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح عن مادة DLD. راح نشرح درس من مواد DLD. طبعا أول دروس في مواد DLD اللي هي تتكلم عن number of system. number of system طبعا نحن شرحناها فيديوهات سابقة اللي هي التحويل من binary to octal ومن octal لباينري مثلا. كل التحويلات هذه نحن خضيناها من أول. فاللي يريد يطلع عليها بإمكانه. نحن راح نبدأ الحين من دروس اللي هو اللي من بعد التحويلات مثلا باينري اديشن ونحن طالعين، لكن التحويلات هذه كلها نحن شرحناها قبل، وللعلم هي في اكثر من طريقه، حلو كل واحد يشوف الطريقه الانسب له لتحويل من باينري تو اوكتل او العكس مثلا، او اي وحده من التحويلات يقدر يحولها باي طريقه يريدها، المهم طريقه تكون صحيحه. احنا الحين راح نبدا في الباينري اديشن. طبعا قبل ان نبدا الدرس لازم نعرف ان هناك ما يسمى بالرولز، هناك مثل القوانين. اذا فهمنا هذه القوانين وعرفنا كل قانون وش يقصد به، راح نعرف كيف نحل المساله، كيف نجمع الباينري. طبعا لازم نعرف الجمع العادي اللي هو 0 زائد 0 يساوي 0، 0 زائد 1 يساوي 1، 1 زائد 0 يساوي 1. لحد الحين ما تغير معانا شيء. التغيير الحين يبدأ من هنا. إذا كان عندنا 1 زائد 1 يساوي، إذا 1 زائد 1 لازم نعرف أن مجموعة راح تلف في الباينري اديشن، راح يكون عندنا 0 1 أو نقدر ننطقها 10، لكن هي ما تنطق طبعا 10، اللي هي تكون 0 1 من اليمين لليسار. وإذا كان عندنا 1 بلس 1 بلس 1، ثلاث مرات تكرر الواحد، بيكون يساوي عندنا 1 1، هي 11، لكن احنا ما ننطقها طبعا 11 لان هي 1 1 طبيعه، لان اصلا الباينري ما يزيد عن الواحد، يعني 0 1 فقط. فنحن عندنا الحين اذا كان 1 بلس 1 يساوي 0 1، واذا كان 1 بلس 1 بلس 1 يساوي 1 1، وباقي المجموعات او المسائل تكون تحل كالجمع الطبيعي والاعتيادي. ناخذ مثال على هذا الشيء، نقول مثلا عندنا 1 0 1 1 0 0، والثانية مثلا 1 1 1 0 0 0، نروح بينهم جمع 1 بلس 1، نروح على هذا القانون 1 زائد 1 كم يساوي؟ 0 1، صح؟ بيكون 0 هني ونرفع الواحد. دائما إذا طلع معانا رقمين الرقم الثاني يرفع فوق، يكون الواحد هني. الحين طبعا اذا كان صفر هنا ما تحسب الصفر، هي الصفر كذا ولا كذا ما مأثرة اصلا، فعلى طول 1 بلس 1 1 بلس 0 بلس 1 ما مأثرة صفر، فعلى طول 1 بلس 1 بيكون عندنا نفس الشيء كم؟ 0 1، رفعنا الواحد فوق. الحين عندنا 1 1 1 ثلاث مرات، صحيح؟ 1 بلس 1 بلس 1، نروح على هذا القانون اللي هني بيكون 1 1، فبيكون هني 1 1، الثاني بيرفع فوق. الحين عندنا 1 بلس 1 بلس 0، طبعا 0 ما تحسب، صح؟ 1 بلس 1 بيكون 0 1، ترفع فوق. الحين 1 بلس 0 بلس 0، ويعني 1 بلس 0 اللي هي هذه، صح؟ وما مأثرة، بتكون على الجمع الاعتيادي، فبينزل الواحد تحت. طبعا هذه الأصفار بغينا نكتبهم أو لا، لأنهم ما مأثرين. 0 زائد 0 قلنا كم؟ 0. بغينا ننزلهم ما بغينا ننزلهم ما مأثرين في المعادلة، فبيكون عندنا هذا الناتج باينري. هذا هو الاديشن باختصار، لا أكثر ولا أنقص من كذا. فهمنا الرولز هنا، قدرنا الحل اللي هو الباينري اديشن. أتمنى أن يكون الشرح واضح وبسيط للجميع. أي واحد عنده استفسار أو شيء ما واضح عنده يقدر يرسل في التعليقات، وإن شاء الله راح نحاول نشرحها بطريقة مفصلة أكثر. Thank you.